هتقدرني هقدرك، هتقل معايا هقدرك. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. الجمله دي او الطريق ده اللي سلكه النادي الاهلي تجاه سيراميكا كليوباترا بعد حركات النقص اللي عملوها مع النادي الاهلي في موضوع بسام وطريقه التفاوض والردود اللي كانت بتروح للنادي الاهلي وموقف ايمن الرمادي اللي سخر من النادي الاهلي وقال مش اي حد النادي الاهلي يشاور له كده يطلع يجري عليه، احنا زينا زي النادي الاهلي، النادي الاهلي لو فاكر نفسه كبير احنا كمان كبار، بسام احنا محتاجينه ومش هيروح النادي الاهلي، على الرغم ان النادي الاهلي ما بيبخلش باي لاعب على سيراميكا كليوباترا، عايز لاعب اتفضل، في تسهيلات في الدفع اتفضل، عايز اعارة اتفضل، عايز بيع نهائي اتفضل، في نوع من انواع الاحترام من النادي الاهلي لنادي سيراميكا، ولكن لما النادي الاهلي راح اتكلم مع سيراميكا ملقيش اي احترام في التفاوض ولا المعاملة ولا الردود بتاعته تجاه النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف القصة، والنادي الاهلي قرر ان هو يرجع اللعيبة بتوعه الثنائي بتوعه شكري والقدوسي ويقل مع او يرد على قلة اصل الجماعة بتوع سيراميكا كليوباترا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو اللي فيه الخلاصة والدسم والحكاية من أولها لآخرها، وتعالوا لي مرة أخرى عشان نكمل مع بعض. بس وانت بتتفرج على الفيديو أخويا وحبيبي الأهلاوي، أختي المحترمة الأهلاوية، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. أول مرة تشوفوني أول مرة تخشوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان ما يفوتكمش أي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الأهلاوية الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو بيقول إيه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. النادي الاهلي اتخذ قرار نهائي بعوده هذا اللاعب محمد شكري ظهير ايسر النادي الاهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، واللي الاهلي بيمتلك بند في عقد اللاعب مع سيراميكا يحق للنادي الاهلي انه يدفع مبلغ معين هقول لكم عليه دلوقتي نظير عوده اللاعب دون اي نوع من انواع المفاوضات ولا الهات وخد ولا اي جدال ولا اي جدال. وخلي بالك انا هقول لك دلوقتي فوابيس مهمه قوي وراء هذا القرار، ركز معايا لحظه بلحظه. خلي بالك، اولا عقد اللاعب بينص على ان بعد اول موسم ما يخلص الاهلي يحق له يدفع 7 مليون جنيه ياخد محمد شكري. طيب احنا دلوقتي في الموسم الثاني، عقد اللاعب مع سيراميكا ينص على ان بعد الموسم الثاني، لا خلوني سوري محمد شكري، بعد الموسم الثاني يدفع الاهلي كام عشان ياخد اللاعب 9 مليون. فالاهلي بعت خطاب لسيراميكا بشكل رسمي قال لهم احنا بنفعل البند ومع نهايه هذا الموسم سيعود محمد شكري وتفضل حضرتك ال 9 مليون جنيه دول بقى هتدفعوا ايا كان الوقت امتى. فخلاص حسم الامر داخل النادي الاهلي والقرار بعوده محمد شكري. طب نعدي الخبر كده؟ لا، ما هو في معلومات بتبقى مهمه وفي انفرادات بتبقى مهمه، بس اهم كمان من الانفرادات بيبقى في كواليس غايه في الاهميه. رقم واحد بس عشان اقفل لك باب ممكن يتفتح خلال الايام اللي جايه، هل عوده شكري ليها علاقه بفكره التجديد لمعلول من عدم؟ لا لا، لسه موضوع معلول ده لسه في قرار، سواء تجديد سنه سنتين عدم تجديد حاجه ترجع لكولر وقرار مفروض لكولر نفسه، لكن عوده شكري وقرار اتاخد بخصوص عوده شكري مش اي علاقه بمعلول. ادي رقم واحد. رقم اثنين، هل النادي الاهلي هيرجع شكري فقط عشان مستواه الفني وجودته الفنيه وكلام من؟ لا، النادي الاهلي القرار ده ناتج عن رد فعل وغضب عند النادي الاهلي بسبب اسلوب التعامل من سيراميكا بعد ما طلب النادي الاهلي التعاقد مع محمد بسام في الشتاء من كام اسبوع. لان خلي بالك في كواليس كتير قوي، في حاجات ينفع تتقال وحاجات ما ينفعش تتقال في الموضوع ده، احنا عندنا كل اللي ينفع وما ينفعش في القصه ككواليس. لكن الناس في النادي الاهلي غضبانين مش من ان سيراميكا رفض رحيل بسام، لا ده حق مشروع لكل نادي انه يرفض او يوافق، كل نادي حقه ان هو يحافظ على اللاعب بتاعه ما فيهاش نقاش، لكن في اسلوب التواصل اللي شهد يعني بعض الامور اللي برضه هقول لكم مش هينفع تتقال ما بين مسؤول سيراميكا مع النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك معلومه، فالنادي الاهلي بناء على هذا الاسلوب التفاوض والتواصل، رغم ان العلاقات كانت مميزه رغم ان العلاقات كانت مميزه لكن بناء على الاسلوب ده
النادي الاهلي قال لك احنا محمد شكري كده كده، وانا قلت لحضراتكم ان كولر مش يعني مش واخد قرار في موضوع محمد شكري ومش عايز اللاعب يرجع، بس اداره الكوره في النادي الاهلي شايفه ان شكري ده لاعب مهم جدا ومستقبل في المركز ده خلاص. وكولر ابتدى يقتنع بمحمد شكري لاحقا او خلال المرحله الاخيره بناء عليه وبناء على اللي حصل في التفاوض في موضوع بسام من اسلوب مش من قرار لسيراميكا، فقرر النادي الاهلي عوده محمد شكري بشكل نهائي والموضوع حسم تمام. هل شكري بس اللي هيرجع؟ قندوسي طبعا راجع، قندوسي طبعا راجع، بس حته شكري ان حتى الاهلي لو مش هيستفيد منه فنيا في الموسم الجديد فممكن يبيعه او يعيره لاي حد بعد سيراميكا في لوباتشي. وتفتكر الكلام اللي بقول لك عليه ده، لو شكري ما لعبش مع الاهلي السنه الجديده دي الموسم الجديد ده هيروح اي حته بعد سيراميكا في لوباتشي، وده قرار في النادي الاهلي، ده قرار في النادي الاهلي خلاص. وضحت لحضرتك كده؟ طيب هل الاهلي هيتعامل مع سيراميكا في اي حاجه تتعلق باللاعبين؟ لا. وعايز اضيف لحضراتكم حاجه، الغضب عند النادي الاهلي مش بس من اداره سيراميكا في اسلوب التعامل، مش القرار هرجع اقولها، لا كمان بسبب الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني، لان اللي وصل للناس في النادي الاهلي ان الكابتن ايمن الرمادي اتكلم عن النادي الاهلي بشكل غير ايجابي او بشكل في نوع من انواع التقليل من فكره ان الاهلي ما ينفعش يشاور للاعب فيجيبه خلاص. دي حاجه على الهامش كده مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. فاعتقد ان الصوره وضحت لحضراتكم تماما، وقرار نهائي داخل النادي الاهلي، محمد شكري لاعب النادي الاهلي الموسم الجديد مع وضع في الاعتبار. خلي بالك محمد شكري ده كان مخلص الزمالك في شهر يناير اللي فات ده، بس المفاوضات ما تمتش، بس الاهلي عنده بند يحل ان هو يرجع الولد في اي وقت، فالاهلي هيستغل البند ده ايا كان بقى. هذا الخبر المهم قبل ما اخد المداخله الجايه، الاهلي بص بعد رسمي، قلت كابتن خالد بيبو كده بعد رسمي لسيراميكا كليوباترا قال له في جواب رسمي، احنا لما عملنا الاتفاق بتاع محمد شكري كان ينص على ان الاهلي اذا استرد بعد الموسم الاولاني يدفع 7 مليون جنيه، اذا استرد بعد الموسم الثاني يدفع 9 مليون جنيه، وبالتالي نخبركم علما اننا سنقوم باسترداد الظهير الايسر محمد شكري بدايه من الموسم المقبل مقابل ما هو مدون في التعاقد اللي بيننا ب 9 مليون جنيه رسمي. ده مش اجتهاد، اللي انا بقوله ده مش اجتهاد، رسميا الاهلي ارسل لسيراميكا قال له خلاص 9 مليون جنيه انا هحطهم لك وفق العقد اللي بيننا وبينك واللعيب بتاعنا يجي. قضي الامر، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، خلاص خلص الموضوع. ال 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 وكمان الاهلي بعت وقال وقندوسي لن نمدد اعارته، يعني ينتهي الموسم يسلم نفسه للنادي الاهلي. احمد قندوسي لعيب خط النص، راجل جزائري، ينتهي الموسم يسلم نفسه للنادي الاهلي. خد بالك هتقول لي طب هاي جدا، طب قدوس لعب مكان مين؟ طب دلوقتي شكري، خد بقى الاهلي مش شرط، وخد مني بقى مش شرط ان الاثنين رايحين يلعبوا في الاهلي او راجعين ربما يلعبوا، دي وجهه نظر بتاعت كولر فنيا، بس في الاصل احد اسباب اسراع الاهلي في ان يبعت الجواب ويطلب الموقف بتاع بسام محمد بسام اللي عمله سيراميكا مع الاهلي في فتره الانتقالات دي، لانه الاهلي فوجئ انه طلب من سيراميكا اعاره بسام لنهايه الموسم 3 4 شهور دول عشان يحل ازمته، وكان هيعيده قبل غلطه القيد الافريقي، لكن سيراميكا رفض. لا مفيش الكلام ده، مفيش اعاره، فالاهلي بيقول لك طب انا بديك لعيبه وبعمل لك تسهيلات وبديك مقابل مبالغ قليله وبديك مقابل كذا 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 كذا، طب خلاص اوكي هاخد لعيبتي. والاهلي بيقول لك اهو مش لازم تلاقي قندوسي في الاهلي السنه الجايه، لكنه هيرجع ان شاء الله يعيره لحد تاني، بس الراجل لا، الاهلي عمل اكس على سيراميكا، ودي معلومات مش توقعات. محمد شكري هيرجع، ممكن يبقى هو خلاص اللعيب البديل الاساسي لعلي معلول ناحيه الشمال مع كريم ديفيس، واحمد قندوسي ممكن يرجع يبقى موجود في نص الملعب مع الكتيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، او اي من هما يعار لنادي اخر او يمشي وات ايفر، لكن مش هيكملوا في سيراميكا، وده بشكل رسمي ونهائي، وارد ده بشكل رسمي ونهائي، وتبلغ الاثنين لعيبه بشكل رسمي ونهائي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. سمعنا الحكايه من الكابتن شبانه والكابتن امير هشام، وقال لك ان طريقه التفاوض وطريقه التعامل وطريقه الردود لا تتناسب ابدا مع واحد بيمد لك ايده بكل خير، وانت لما يجي يحتاج منك لاعب تقعد تتشرط وتتامر وتحط رجل على رجل حتى لو انت محتاج اللاعب. طريقه ردودك وطريقه تعاملك يكون باحترام وبادب مع النادي الاهلي اللي خيره عليك، اللي ما بيتاخرش معاك، اللي لما بتطلب لاعب بيقول لك اتفضل ادي اللاعب اللي انت محتاجه،
وكان في علاقات طيبة، لكن فجأة انت تقل بأصلك مع النادي الاهلي، طيب انت حر بقى والبس، والايام اللي جاية هتخلي النادي ده يتحط في عين المعاداة ضد النادي الاهلي. لما النادي الاهلي يعني يقول له انا محتاج لاعب، ما يحطش رجل على رجل ويتعامل بتعالي مع النادي الاهلي، ده انت ابناء النادي الاهلي عندك، انت بتعمل كده ليه ولصالح مين؟ ولا عشان ايمن الرمادي زملكاوي او بينتمي لكتيبة نادي الزمالك؟ الله اعلم. ولكن في النهاية النادي الاهلي قرر ان هو يرد الصعصعين على الاخ رئيس نادي السيراميكا وكمان المدرب بتاعه. انت بتتعامل بادب وبتتعامل باخلاق وبتتعامل باحترام مع النادي الاهلي، هتلاقي معاملة بالمثل بل احسن منها اضعاف مضاعفة. لكن انت هتقل باصلك وهتعمل ناصح وهتدي النادي الاهلي ظهرك وقت ما يبقى محتاج لك، ثق تماما ان النادي الاهلي هيردها لك في وقتها. النادي الاهلي ما بيسيبش، يعني مش هقول لك طاره لان الموضوع مش موضوع ما يدخلش في الطاره، ولكن في النهايه انت بتعاملني كويس انا بعاملك كويس وبشيلك فوق دماغي، لكن مسؤولي سيراميكا يتعالوا على النادي الاهلي او يقلوا باصلهم مع النادي الاهلي، دي النتيجه ان هم النادي الاهلي قرروا ان هم يقطعوا اعاره اللاعب بتاعهم وفن اللاعب شكري، وكمان هيقطعوا إعارة كان رايح بنية البيع، أو كان النادي الأهلي فيه شروط إن هو يدفع 9 مليون أو 7 مليون زي ما قال أمير هشام أو قال شبانة. ولكن في النهاية النادي الأهلي قرر عودة القندوسي، قرر عودة شكري، حتى لو مش هيلعبهم في النادي الأهلي هيعيرهم زي ما قال أمير هشام، بس إن شاء الله كلهم دور. النادي الأهلي دخل على معمعة كبيرة، النادي الأهلي فيه معترك وفيه مفترق طرق كبير، وإن شاء الله يعني النادي الأهلي عنده تحديات عدة، فمحتاج لكل لاعب ومحتاج للعيبة اللي هم مفيدين أمثال شكري وأمثال القدوسي. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.